أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج للخبر بقية. رغم تأكيده أن علاقته بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل جيدة جدا، إلا أن القاصي والداني يدرك الآن أن خلافا كبيرا الآن في الناتو بين طرفين، الأول هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أما طرفه الآخر فهم حلفاء الولايات المتحدة وفي مقدمتهم أنجيلا ميركل. ترامب شن قبل ساعات من وصوله إلى بروكسل لحضور قمة حلف الناتو هجوما حادا على ألمانيا، متهما إياها بإثراء روسيا عبر شراء الغاز وعدم المساهمة بما يكفي في نفقات الدفاع. لاحقا ردت المستشارة أن ألمانيا تتخذ قراراتها بشكل مستقل. هذا الخلاف بدا واضحا أيضا في كلام الأمين العام للناتو، حيث قال إن الدول الأعضاء في الحلف لا تنفق أو لا تتفق بشأن كثير من القضايا. فهل سيبقى الحلف الأقوى في العالم متحدا أم أن تلك الخلافات ستطيح به؟ خصوصا بعدما تقدم ترامب باقتراح إلى الدول الأعضاء بزيادة نفقاتها العسكرية إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي، أي ضعف الهدف المحدد لتلك الدول وهو 2% حتى عام 2024. رسائله القاسية إلى الدول الأعضاء والقرارات الأخيرة بشأن سحب اتفاق المناخ وشجب الاتفاق النووي الإيراني وفرض الضرائب الجمركية على الأوروبيين والكنديين التي أقدم عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تندر بنقاشات حادة في قمة ستخيم عليها قضية سياسية رئيسية تتعلق بتقاسم الأعباء. فمحاولة الأمين العام للناتو لتقديم خطاب إيجابي حول الجهود الدفاعية للحلفاء الأوروبيين خلال العامين الماضيين ليس من المؤكد أنها ستكون كافية لإقناع الرئيس الأمريكي الذي بدأ بالتلويح بفكرة سحب القوات الأمريكية من بعض الدول الأوروبية إذا لم تتمكن هذه الدول من تحقيق هدف إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على قطاع الدفاع. إذا قامت كل دولة بالدفاع عن أن سياسة أمريكا هي الأولى أو بريطانيا هي الأولى أو أوروبا هي الأولى، فإننا سندمر البنية الأمنية والتجارة الدولية، وهذا يعني أننا جميعا سوف نفقد النمو وسنواجه المزيد من المشاكل مع الفقراء وسيكون لنا وضع أقل أمانا أيضا. لذا فإن التعاون الدولي القائم على القواعد هو جزء مهم من الحياة السلمية المتحضرة. وتحتل ألمانيا صدارة الدول التي تقلق دونالد ترامب ليس فقط بسبب عدم وصولها إلى هدف 2% ولكن أيضا لقوة اقتصادها وكثرة صادراتها إلى الولايات المتحدة، ولم تنجو حتى الدول الحليفة التي تمكنت من التوصل إلى تحقيق هدف 2% من الانتقادات الأمريكية كما حدث مع المملكة المتحدة التي توصلت هي أيضا برسالة تعبر عن قلق واشنطن بشأن قدرة لندن على مواصلة تقديم القواعد العسكرية اللازمة لنجاح الدبلوماسية في عالم يتغير. يخشى أعضاء التحالف بما في ذلك بعض الدبلوماسيين الأمريكيين من تصريحات وتعامل دونالد ترامب خلال القمة وأيضا بعد القمة، ويبدو أن اللقاء المزمع بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين في هلسنكي نذير شؤم بالنسبة للتحالف الأطلسي. لبيب فهمي، التلفزيون العربي، بروكسل. معنا من باريس الدكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس، ومن واشنطن الدكتور إدوارد جوزيف، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جون هوبكنز. دكتور جوزيف، لماذا فعلا يصر الرئيس دونالد ترامب دائما على مهاجمة حلفاء أمريكا التاريخيين التقليديين في أي قمة تجمعه بهم؟ في جواب مختصر وقصير، لأنه ليس لأن هذا هو أسلوب ترامب بكل بساطة. إن دونالد ترامب هو شخص مستفز جدا، وهو حاليا مندمج في صراع مع بخصوص حرب تجارية مع الصين ومع الاتحاد الأوروبي، ولديه قاعدة شعبية يخاطب مشاعرها عبر التعبير بتصريحات مستفزة، وهو الأمر الذي يستفز الخصوم والحلفاء
المشكلة هي في المحتوى، حيث أنه يبدو كشخص أكثر قسوة على حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية من قسوته على أعداء وخصوم الولايات المتحدة الأمريكية التاريخيين مثل روسيا وغيرها. فبالتالي هذا أمر مقلق جدا، إن هذا أمر يقلق، لأن محتوى كلامه لأن الذي يدلي به من الواضح جدا أنه على أقل، ولكن على أقل تقدير هو وقع على بيان ختامي نقدي شديد لروسيا. هناك بعض الإيجابيات بخصوص المحتوى، ولكن هناك مخاوف بخصوص خطاب الرئيس ترامب وأسلوبه في التعامل مع حلفاء أهو في الناتو. سأسألك عن الموقف من روسيا بعد قليل دكتور جوزيف. دكتور خطار أبو دياب في باريس، بالنسبة للعواصم الأوروبية برلين وباريس ولندن التي طالتها جميعا تقريبا انتقادات الرئيس الأمريكي، كيف تستقبلها؟ أن هذا رجل مستفز كما ويجب أن نقبله كما هو بوصفه رئيس الولايات المتحدة، أم أن الكيل سيطفح ذات يوم؟ أحييك وأحيي فريق العمل والمحاور الكريم وكل من يتابعنا. بالفعل المسألة هي أبعد من استفزاز، وهي أقرب بعض المرات إلى الإهانة والإزدراء. يعني كان من الغريب والعجيب أن يتعامل رئيس القوة العظمى في العالم أو رئيس الحلف الغربي بهذه الطريقة مع رئيس وزراء كندا ومع قادة أوروبيين خلال قمة السبع، بينما رأيناه كيف تعامل باحترام أكثر مع السيد كيم جونغ أون بعد كل السجالات بينهما. وتأملنا أن يكون هناك تغيير في قمة الناتو، لأنه أراد أن يقدم شيئا ولو من باب المجاملات للأوروبيين. لم يشأ أن تعقد القمة مع السيد بوتين في هلسنكي قبل قمة الناتو، لكن بالأمس عادت حليمة إلى عادتها القديمة. عاد السيد ترامب ليصوف سهامه على السيدة ميركل على ألمانيا، عاد ليقول أنه يحمي ألمانيا وفرنسا وغيرها. بالطبع الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بالغلبة، وهي تسهم ب 20% من نفقات الأطلسي، ب 75% من القدرات. لكن في النهاية هذه هي ضريبة الأخ الأكبر، ضريبة الحلف، لأن الولايات المتحدة الأمريكية نعم أنقذت أوروبا مرتين، استفادت من ألام أوروبا وقادت النظام العالمي منذ الحرب العالمية الثانية، ولا يمكن أن تقود ذلك من دون حلفاء. لم يكن بإمكانها الانتصار في الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفيتي إلا مع الحلفاء. لكن كما قال الأستاذ من الولايات المتحدة الأمريكية، السيد ترامب ما يهمه التوجه إلى قاعدته الشعبية، إلى قاعدته الانتخابية. لذلك هناك تأقلم مع السيد ترامب، وهناك بعض المرات تردد في المجابهة معه، وهناك دوما أمال معلقة على أن العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية لا تختصر بشخص السيد ترامب، وأن بإمكان المؤسسات الأمريكية أن تصحح المسار. هذه نقطة مهمة جدا دكتور خطار أبو دياب. دكتور إدوارد جوزيف في واشنطن، فعلا هل الموضوع هو فقط أن دونالد ترامب شخص مستفز كما وصفته وآراؤه لا تعبر إلا عنه، أم أن الخشية قد تكون أكبر من ذلك، أن جزء من المؤسسة الأمريكية لم تعد ترى في حلف الناتو فائدة ترجى؟ هل هذا الكلام موجود فعلا وسط المؤسسة الأمريكية أم لا؟ ما زالت الولايات المتحدة بمؤسساتها كلها في البنتاغون، في الخارجية، في السي آي اي إلى آخره، مؤمنة بأهمية حلف شمال الأطلسي بالنسبة للأمن القومي الأمريكي؟ إن هذه نقطة مهمة جدا. المشكل الواقع هو بأنه داخل الإدارة الأمريكية، داخل وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، لا يوجد شك في أنه في أهمية حلف الناتو. وأهم نقطة هي أن أهم شيء قاله دونالد ترامب هو ليس هو استفزازه وليس الأشياء التي تحدث بها أو الأشياء المهينة، ولكن أكثر شيء مقلق هو أكبر قلق هو
الانطباع الذي يعطيه ترامب في بعض الأحيان بأن حلف الناتو ليس مهما. هذا هو الأمر المقلق جدا، وهذا هو الأمر جاد. علينا أيضا نضع في الاعتبار بأن الانتقادات المحددة التي وجهت ترامب هي موضوعية بخصوص الصرف. هو بالغ في المبالغ، ولكن في حقيقة الأمر إن مخاوفه وقلقه وانزعاجه بخصوص المبالغ التي تصرفها الولايات المتحدة على الناتو هو أمر شاركه فيه في نفس هذا الرأي الرئيس أوباما والرئيس كلينتون. إن هذا هو نقد موضوعي، ولكن الرئيس ترامب يبالغ في خطابه ويتحدث بطريقة استفزازية، وفي نفس الأمر وأيضا انتقاد ترامب لألمانيا بخصوص اتفاقها مع روسيا على خط السيل الجنوبي للغاز أو أنابيب الغاز، واعتماد أوروبا وألمانيا على الغاز الروسي هو نقد موضوعي جدا. إنها نقطة مهمة جدا، إنها هذا يثير مخاوف حقيقية. ترامب يقوم بالأمر بطريقة مستفزة، حيث أنه يحاول أن يدفع هذا الانطباع الموجود أنه قريب جدا من روسيا، ولكن النقطة التي يثيرها نقطة مهمة جدا. ولقد أوضح بأن رئيس غازبروم يمثل غازبروم في ألمانيا، وإن هذا شكل من أشكال التمثيل من قبل مسؤول ألماني يمثل شركة روسية للغاز في ألمانيا. هذا الأمر مستفز. فالمخاوف التي أثارها بخصوص الاعتماد على الغاز الروسي، وأيضا ولكنه يطرح الأمور بطريقة استفزازية وغير دبلوماسية. علينا أن نأمل بأن الأشياء الإيجابية، وهي أن الحلفاء وقعوا على 79 نقطة في بيان ختامي تضمن انتقادات شديدة لروسيا. فلنأمل بأن هذه هي سوف تكون النتيجة النهائية لهذه القمة. شكرا لك. على أي حال دكتور جوزيف، كما أشرت ومشاهدينا، الرئيس ترامب وجه انتقادات لاذعة لألمانيا لأنها أبرمت عقد لتوريد الغاز أو لاستيراد الغاز الروسي عبر مشروع ضخم اسمه نورد ستريم أو غاز الشمال. ما طبيعة هذا المشروع وما الذي يخيف الولايات المتحدة فيه؟ نتابع في هذا التقرير. هجوم حاد شنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ألمانيا، هجوم اختار الرئيس الأمريكي أن يكون من زاويتين. الأولى تخص إمدادات الغاز، فترامب يتهم ألمانيا بأنها رهينة روسيا في إمداداتها بالطاقة وبالمساهمة في إثراء دولة تعتبر عدوة لحلف الشمال الأطلسي. الرئيس الأمريكي ندد عدة مرات بمشروع أنبوب الغاز نورد ستريم الذي سيربط مباشرة روسيا بألمانيا، وطلب بالتخلي عنها. وتستوي تورد دول الاتحاد الأوروبي ثلثي احتياجاتها من الاستهلاك، وفي عام 2017 شكلت إيرادات الأوروبيين من الغاز 360 مليار متر مكعب، خمسها من الغاز الطبيعي المسال بقيمة 75 مليار دولار. وحتى الآن نصف الغاز الذي يتم شراؤه هو روسي، لكن الأوروبيون يسعون إلى كسر هذا الاعتماد. وتعتمد الولايات المتحدة استراتيجية غزو أسواق لبيع غازها الطبيعي، فهي صدرت حوالي 17 مليار متر مكعب في عام 2017، بينها 2.2% نحو موانئ الاتحاد الأوروبي. ثانيا، يقول ترامب إن ألمانيا دولة غنية يمكنها زيادة مساهمتها اعتبارا من الغد بدون أي مشكلة. يتهم ترامب الألمان بالتقصير في نفقات الدفاع، فألمانيا لا تنفق سوى 1.24% من ناتجها القومي على الدفاع، فيما تصر واشنطن أن تصل هذه النسبة إلى 2% على الأقل. وتعهدت ألمانيا بأن تصل هذه النسبة إلى 1.5%، أي 70 مليار دولار. إلا أن هذا غير كاف بالنسبة لترامب الذي هدد في وقت من الأوقات بسحب 35 ألف جندي أمريكي من ألمانيا. أما بالنسبة لهذه القمة وفي إطار المبادرة الأمريكية 30-4، ستتعهد دول حلف الأطلسي أن تكون قادرة بحلول عام 2030 على أن تنشر في غضون 30 يوما 30 كتيبة آلية و30 سربة طائرة و30 سفينة مقاتلة، لتتمكن من مواجهة عملية عسكرية لروسيا التي تعتبر مهاجما محتملا.
شكرا رانيا. دكتور خطار أبو دياب، فعلا أليس من حق رئيس الولايات المتحدة أن يعتب أن يلوم أوروبا وهي تدفع أكثر من 11 مليار دولار لتشتري الغاز من روسيا ثم لا تدفع مستحقاتها إلى حلف الناتو؟ أليس هذا مطلبا مشروعا؟ هو بالفعل هناك مشكلة أوروبية، مشكلة مزدوجة في ضعف بنيوي أوروبي. أوروبا هناك تبعية بالنسبة للطاقة مع روسيا، هي غير قادرة على الاستغناء عن هذه الدفعات الروسية. الآن هناك مشاريع جديدة، ربما غاز الشرق الأوسط من مصر إلى لبنان وإسرائيل وسوريا وغيرها، يمكن أن يكون هو بعامل أساسي في محاولة التعويض، وربما هذا يفسر الاضطرابات الكبيرة التي تحصل هناك، وربما هذا يفسر الحضور الروسي في سوريا من أجل إبقاء التحكم بأسواق الغاز وممرات الغاز كما تحكمت واشنطن طويلا بأسواق البترول وممرات البترول. من ناحية أخرى هناك انكشاف آخر استراتيجي خطر جدا لأوروبا، الاعتماد على التبعية الأمنية والعسكرية. من دون المظلة الأمنية والعسكرية الأمريكية أوروبا من دون حماية. وأوروبا حتى الآن منذ 2014 وعدوا بأن تزيد المساهمات الدفاعية في الميزانيات إلى 2%، وحتى الآن لم يحصل. ألمانيا بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية اتبعت أسلوب القوى الناعمة، فكرت بعد نهاية الحرب الباردة أنه يكفي الاقتصاد للنفوذ في العالم. الآن يستنتج ألمانيا أن الولايات المتحدة ليست حذرة فقط من شراء الغاز من روسيا، هي حذرة من أن تكون مع روسيا في يوم من الأيام في صف واحد ضد الولايات المتحدة. وهذا ما يفسر بالفعل ما يجري في أوكرانيا وما جرى في أوكرانيا. وهناك إذن نوع من صراع روسي ألماني ربما شجعته أمريكا لكي تبقى أمريكا متحكمة باللعبة في أوروبا. إذن للمسألة أبعاد أخرى غير تصريحات ترامب. هناك مسألة في العمق أن ألمانيا تملك فائض تجاري كبير مع أمريكا، فكيف هذه الألمانيا التي لها كل هذه الإمكانات تشتري كل هذا الغاز من روسيا، لها الفائض التجاري الكبير مع أمريكا، ولا تقوم بواجباتها في بناء قطب دفاعي أوروبي؟ تبقى نعم. أوروبا قزم سياسي ودفاعي وعملاق نعم. اقتصادي. دكتور خطر من هنا المشكلة هي عميقة نعم. وليس سطحية. نعم. أذكرك بأن المستشارة أنجيلا ميركل أكثر من مرة قالت أو نبهت الأوروبيين بوجوب الاعتماد على أنفسنا في حماية أنفسنا، وفي ذلك رسالة واضحة عبر الأطلس إلى الولايات ولكن المتحدة. كيف؟ ولكن كيف؟ نعم نعم بالطبع، ولكن هذا لم يترجم كبير. إلى أفعال. حاولت فرنسا كثيرا عبر نعم. التاريخ مع بريطانيا ومع ألمانيا، ودوما المساعي الفرنسية لم تنجح. نعم سيد إدوارد جوزيف، اليوم الرئيس دونالد ترامب لا يكتفي بالمطالبة ب 2% من إجمالي الناتج المحلي لكل دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد في الناتو، بل يطالب ب 4%. هل هذا الكلام واقعي؟ وهل فعلا ربما ينفذ تهديده بسحب القوات الأمريكية من أوروبا إذا لم تلتزم بحصتها؟ بالنسبة للسؤال الأول، هل منطقي أن يطالب 4%؟ هذا أمر غير منطقي على الإطلاق. ليس من المنطق أن تغير الأهداف التي تم الاتفاق عليها مسبقا. الهدف هو كان صرف 2%، كان الاتفاق كان في قمة ويلز هو 2%، وهذا لن يتم تطبيقه حتى عام 2024 أو لن يتم مراجعة عام 2024. وأيضا أعضاء دول الناتو حلف الأطلسي قد زادوا من صرفهم على الميزانيات العسكرية. نعم ما زال المبلغ دون الهدف الذي كانت تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية وما تم الاتفاق عليه، ولكن لابد أن ندرك بأن تلك الدول زادت من صرفها. وهناك طبعا نقطة جيدة بالنسبة لترامب عندما يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية تلتزم بأكبر من الآخرين، تلتزم
ولكن النقطة غير المنطقية هي عندما يطالب منهم 4%. أما بالنسبة لنقطة الطاقة هي ليست مسألة طاقة فقط، ليس فقط اعتماد أوروبا على الغاز الروسي، ولكن نعم نحن نعرف بأن ألمانيا تعتمد على غاز الشمال، ولكن أيضا هو أن ألمانيا وافقت على بناء ما يعرف بالسيل الشمالي، وهو أنابيب غاز سوف يتم بناءها في المياه الإقليمية في الألمانية، وهو ما يسمح لروسيا بتجاوز دول أوروبا الشرقية، حيث يكون بإمكانه في أي لحظة الضغط على دول أوروبا الشرقية، وفي نفس الوقت في اللحظة التي يستمرون فيها في بيع الغاز لدول أوروبا الغربية. فبالتالي سوف إن هذه مسألة خطأ استراتيجي خطير جدا بالنسبة لألمانيا، حيث أنها سمحت لروسيا بأن تبني خط أنابيب يجعل روسيا قادرة على تجاوز دول أوروبا الشرقية وبيع منتجاتها مباشرة إلى الأسواق الكبرى في أوروبا الغربية. وأنا سعيد جدا ومسرور بأن الرئيس ترامب أثار هذه النقطة المهمة. شكرا لك. سأعود إليك لسؤالك عن تهديد ترامب بسحب القوات الأمريكية من أوروبا بعد قليل. دكتور خطار أبو دياب، أليس فلاديمير بوتين يشاهد هذا المشهد وهو يضحك بابتسامة عريضة خلاف الحلفاء الأوروبيين بين بعضهم بعضا مع الولايات المتحدة؟ بالطبع السيد بوتين هو مشهور عنه بأنه يحاول أن يبدو هذا القيصر الجديد المحارب المختال والذي يستفيد من الآخرين، وهناك الآن من يشبهه ضمن أوتوقراطيين يزداد عددهم في العالم بينما تنهار الديمقراطيات، وتصل يصل الأمر بالإيكونوميست للكلام عن موت الديمقراطية وتصرفات البعض من الولايات المتحدة إلى البعض في أوروبا من الشعبويين والمتطرفين المعادين للفكرة الأوروبية يسهل ذلك. لكن في نهاية المطاف روسيا موجودة في المشهد، هزيمة الحرب الباردة لم تكن ممكنة دون حلف أوروبا الغربية مع الولايات المتحدة الأمريكية، والآن روسيا أيضا تتردد في الذهاب كليا نحو الصين وتريد البقاء مع أوروبا، ولكن ترامب لين جدا معها أن لها الكثير من الصلات يعني مع الولايات المتحدة والتبعية المادية أيضا. نعم، لكن ترامب نعم قال حتى قبل أن يركب الطائرة متوجها إلى أوروبا، قال اجتماعي مع بوتين سيكون أسهل من اجتماعي مع الناتو ومع تيريزا ماي في لندن. يبدو غريب هذا الموقف. نعم هذا غريب، لأن السيد ترامب من خلال خلفيته كرجل أعمال يفكر دوما بزنس، ويفكر دوما أين تدفع الولايات المتحدة وأين لا تدفع، وكيف يخاطب الناخب الأمريكي. هو يفكر دوما بانتخابات نصف الولاية. هذه مشكلة كبرى أن القوة العظمى الوحيدة في العالم أن يأتي رئيس منها لا يفكر إلا بحملته الانتخابية الآتية ويحسب حسابات اللعبة الدولية المعقدة من خلال ذلك. هذا يفيد السيد بوتين كثيرا. بالطبع بينه وبين بوتين هناك اختبار قوة. هو أراد هذا الاجتماع ليس لحصول صفقات كبرى، لا أظن أن الأمور مسهلة. رأينا مع كيم جونغ أون بالرغم من كل الإعلانات السيد بومبيو الآن هو الذي يقوم بالمهمة. المؤسسات الأمريكية تحاول الوصول إلى تسويات، وفي هذا الموضوع أيضا كان من الغريب أن لا يقوم السيد لافروف مع السيد بومبيو بالتحضير لقمة بوتين ترامب. إذن المسائل ليست سهلة مع هكذا رئيس أمريكي. نعم. والأمر بالنسبة لتيريزا ماي أو بالنسبة لميركل أو ماكرون المهمة معقدة، ولكن كما قلنا لا يمكن أن تختصر هذه العلاقة بالأمور الشخصية، بل هناك مؤسسات تعلم نعم بأن هناك حاجة من قبل أوروبا الغربية والولايات المتحدة، والعكس صحيح. نعم، أنت تشير دكتور خطر إلى الاجتماع المقبل، القمة الأمريكية الروسية في هلسنكي الأسبوع المقبل طبعا. دكتور إدوارد جوزيف في واشنطن، أعود إلى السؤال. نعم. إذا لم تلتزم دول حلف الناتو برفع مساهمتها إلى 2% من إجمالي الناتج القومي، هل تنفذ الولايات المتحدة تهديدها أو دونالد ترامب تهديده بسحب القوات الأمريكية من أوروبا؟ هل يعقل؟ Well,
نعم، هناك نقطتين لا بد من ذكرهم. الأول، مع دونالد ترامب ليس بإمكانك أن تعرف ما الذي سوف يحدث، لا تعرف ما الذي سوف يقوم به، ليس بإمكانك توقع. لقد ألغى الاتفاق أنه مع إيران، والجميع توقع بأنه لن يقوم بذلك، ونقل السفارة إلى القدس، ولم يتوقع أحد أنه سوف يقوم بذلك. ربما والناس توقعت أنها مجرد حملة انتخابية. مع دونالد ترامب ليس بإمكانك أن تكون متأكدا 100%. هناك اعتقاد الاعتقاد بأن ترامب لن يقوم بسحب القوات من أوروبا، هو أنه على عكس قمة السبعة الكبار، ترامب وقع على بيان ختامي مشترك، وهناك الكثير من الالتزامات في هذا البيان، وهذا يجعلني أعتقد بأن وزير الدفاع ماتيس لديه تأثير كبير جدا على الرئيس ترامب وعلى البيت الأبيض، وترامب يدرك بأن ماتيس ليس شخص بإمكانه تجاهله مثل ما تجاهل أعضاء آخرين في حكومته. ولكن رغم ذلك ليس بإمكانك عدم توقع أن ترامب في هذه، لا أتوقع أن ترامب سوف يسحب القوات. شكرا جزيلا دكتور إدوارد جوزيف، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جون هوبكنز في واشنطن. كما أشكر من باريس دكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس. وشكرا لكم أنتم مشاهدين على طيب المتابعة. غدا حلقة أخرى من برنامج الخبر بقية، فكونوا بخير.